تحولي إلى دمية بعملية تجميل واحدة، موجة جدل كبيرة وصدمة على السوشيال ميديا. كيم جراح تجميل كوري جنوبي وجهت له انتقادات لتغيير ملامح وجه عملائه تجعله جامداً بلا مشاعر شبيهاً بوجه الدمية. صحيح أن العملاء يبدون أصغر سناً وشباباً بعد العملية، لكن إن قارنت صورهم قبل وبعد العملية ستشعر بالصدمة، فهم لا يشبهون صورهم الأصلية التي يحملونها في وثائقهم الإدارية كجواز السفر مثلاً بسبب تغيير ملامحهم كلياً، وكأنك تشاهد شخصان مختلفان بأعمار متفاوتة، مما يضعهم في مشاكل ومواقف محرجة. دفع سفارة الصين في سيول لتحذير مواطنيها من مخاطر إجراء الجراحات التجميلية في كوريا الجنوبية. أما عن الجراح كيم فهو لا يبالي بالأمر ومستمر في عمليات وجه الدمى.